الحريه. كل يوم يثبت يخلينا النصر قريب والله ان شاء الله رب العالمين، وفرجه وفرجه قريب. احنا عاوزين الحريه دايما للشعب المصري والعدل، اهم حاجه الحريه والعدل، وفي نفس الوقت لقمه العيش النظيف. ما حدش يمنع على الشعب المصري بلقمه عيش نظيف، ما حدش يمنع ابدا على الشعب المصري بلقمه عيش نظيف. احنا تعرضنا للظلم ده من غير اي تحيات، من غير اي حاجه، قعدنا سنه في السجن من غير اي تحيات، من غير اي، كل شويه تبديل 45 يوم 45 يوم لغايه ما كملنا سنه. الشعب لازم يتمتع بحريته ويتمتع بلقمه عيش نظيفه، يتمتع بحكم قانون يعني لكل الناس، كل الناس يبقى عندها يعني قانون عادل للناس كلها. ده